بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين. أما بعد، أو روجي يكشمي بستوسي مانجي بينزي 2021 ميلادية، يانزي شوالي صالي 1402 كوتية تيدا إن شاء الله بارمتي خواه سبحانه وتعالى دستكين با شرح كتابي تيسير مصطلح الحديث دان راوي شيخ الدكتور محمود الطحان. كتبي زور كرتو بخت على مصطلح جاري يبزان لين علوم حديث زور هر داني يقنين بلا مصطلح مبستي فير مبست مان لي فيربوني او زارا واساسياني كزور لسر زاري محدثين لو علمو فير دمين تون لعلماء محدثين تبقي كقلت يعني حديثي شي صحيح يعني تي كقلت يعني موضوع يعني تي كقلت يعني معضلة يعني تي أما إما بتنيا لري أو كتيبة و في أو نامي بريا لسفن ودو بدين صحيحة يا ضعيفة شونك أول طولي دور بيدي رقايش زور الدبابة بردري زور تمرين بكري أما لو مرحلة أساسية إما فيري زارا وكان يصير زاري محدثة كان دمين إن شاء الله تعالى إنزا سألت أداة أو طبعية أو طبعية كنازة من طبعي دي كم تقريبا بوقت يا بنبينيو هي مكتبي معارفة تصحيفي زورتي ده يعني هلاي لكاتي موسين زورتي ده بلام هالكات هلا هبو من بيض ظلام راستي بكم ماشي إن شاء الله زاري ولن سبحان الله كم كان يوم هلا نسراو نسراو النبذة تون فبيك النبذة تون توكا نبذة يعني كرتا أما نبذة يعني ناحية لا يشتك نبذة تاريخية كرتية شي ميجوي عن نشأة علم المصطلح درباري بيجيشنو قشكرني زانستي مصطلح والأطوار التي مر بها أو حالة باراني كبيدات يبريوة. يلاحظ الباحث المتفحص أن الأسس والأركان بك فتحين هناك والأركان الأساسية لعلم الرواية ونقل الأخبار موجودة في الكتاب العزيز والسنة النبوية. باحث أو يبحث ذكاء لدكورته دبيني ملاحظي او دكا ك بناغو كولك اساسي كان زانستي الروايات للقران بيروز ولسنتي في امر صلى الله عليه وسلم داهي فقد جاء في القران الكريم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين خا جل جلاله او يفير كردوين كهوالو خبر لهم كزور نجري بلكو ان جاءكم فاسق بنبأ اگر کسی شی فاسق حوالی شی بو هنان فتبین و راس خو باوری بیا مکن بلکو بدوی دا بچن زان راس اخو یان نا وجاء في السنة النبوية قوله صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أو عام سامع خوا جل جلاله روي أو كسقشبكا كسمع منا شيئا شتيشي اللي إما بيست فبلغه تون قيان دي بدواي خوي طلعن كما سمع وكتون بيستو يتي بو فرب مبلغين زاري واهي كسك كهوالك البيدا قيان دري أوعى باشتر وعيدك باشتر تيدك لو كسي كهوالك بجوي خوي بيستو وفي رواية من الروايات يفهموا دكش دعاتوه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه زاري ويا كابرا بس حامل فقه كي بس فقه كي هل قلتو بس لبريتي دي قوازت وبوچي إلى من هو أفقه منه وكسا كدوائي لداهتو لا باشتر لو قصيته دقا ورب حامل فقه ليس بفقه زاري ويا كابرا فقه كي شتكي لبرا حامليتي بلام ليس بفقه خويتي نقيشتو زوان درشي بيانا كدو ففي هذه الآية الكريمة وهذا الحديث الشريف مبدأ التثبت في أخذ الأخبار
وكيفية ضبطها بالانتباه لها ووعيها والتدقيق في نقلها للآخر. لنا أؤات برز أو فرمود مبارك دا تم مبدأ باسكراغ مبدئي ضلني أبونا ولا كاتي ورقتني خبر شو نتي الضبط كردين وامتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لبنا وجب زكني فرماني خوف يا عمري خوا صلى الله عليه وسلم. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتثبتون في نقل الأخبار وقبولها. أصحابي بيغمبر صلى الله عليه وسلم تثبت ينذكر يعني بدواي الرأس ودرستي لا دقران لك هذه ورقتني هوالك بيش قبول كردني. ولا سيما بتعبت كي إذا شكوا في صدق الناقل لها أقر قمانيا للرأس قويتي وكسباك أو هوالا نقل لك. فظهر بناء على هذا لبرأواء سبا ديار كود موضوع العناية بالإسناد قرن جدان بسنت شيلشي ورد أوه الله توان قيش وثدستي من وقيمته في قبول الأخبار وردها. فقد جاء في مقدمة صحيح مسلم رحمته خالد بخاري كسر يتناول كتابك مقدمين المسيو يكسر بسم الله الرحمن الرحيم كتاب بدء الوحي بلا مسلم بيشتشي وكتابك المسيو لو بيشتشي ده هو مسلم لابن سيرين ودي جارته هول نينك كساتكان بناسينين. ابن سيرين هو الإمام شيخ الإسلام محمد بن سيرين من بزوري للسير أعلام النبلاء والنقلية قبل أن يلعيت ونبي ولد للسنتين بقية من خلافة عمر رضي الله عنه دو صال كاتل دايمو خلافة عمر دو صال إمام يعني دو صال بيش شهيد كني إمام عمر يعني صالي بستويتي كوتي شو إمام عمر صالي بستوسي يجري شهيد كناو سمع لشيء بستويتي سمع أبا هريرة وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك وغيره لا صحيح بيامر صلى الله عليه وسلم لا أبو هريرة لا ابن عباس لا ابن عمر لا أنس بن مالك غيري أوانش أي طلب كان يشين روى عنه قتادة وأيوب السختياني وابن عون وغيره. قال ابن حجر جيجاي شونا باوري بيناكري خبر نقل كاب باوري بيناكري ابن حجر ضوية ثقة متمانة كراو ثبت يعني زهر متمانة في كراو فول دلد كبير القدر ها لا يرى الرواية بالمعنى هند دقيقة في واي رواية كتبتو شيك بتل لفظ جولي بودي بهمان لفظ بيجيني بودي بزماناكي بيجيني يعني وك قرآن هند ضابطة لصالي صدودي هجري وفاتي كدو تأم ابن سيرين رحمة إخوالي بضلال قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد أصحابي بيامر صلى الله عليه وسلم درباري إسناد بسياري أنا ذكرت. فلما وقعت الفتنة دائما فتنة رويدا شر شرك وتنا أصحابه غير أصحابه يتر دروزن هاتن بيدابون وخبريا لأخوان ودادنا قالوا سموا لنا رجالكم دعوا دعوا بياواني أو هوابان تان ليورتوا ناو كان يعمل من بوبيان فينظر إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم أهل السنة فيأخذ حديثهم حديثة كان ولا تجيرا وينظر إلى أهل البدع فلا يأخذ حديثهم أما أهل البدع وهو فالمودة كان يتسون كزيمة معنا نبو تترسان لوي هوالك يعني دارشت يا أخويا. وبناء على أن الخبر لا يقبل إلا بعد معرفة السند باش يا ما بيوس السند بزاني يا باش السند بزاني ده بياه وكان إيش بناسي ده بقراج السب بياه وكان بدين ده أي درك يوتشي الرأس قوي وتشي دروزنا يا ما لقى الله ينجيين يا ما لقى الله ينزام دروزنا بس صد صالي ديكه شو ده زاني أود دروزن بويا رأسكو بويا ده بيه علمك بيداب بيه بيان وكان هل صنجيني فلاني كوري فلان راس قوية فلاني كوري فلان زور راس قوية فلاني كوري فلان هلا دكا فلاني كوري فلان ديندارة هلا دكا فلاني كوري فلان دروزنا فقد ظهر علم الجرح والتعديل تعديل يعني بباس زانين أما جرح يعني بريندار كردن بريندار كني كسايتي كيسيك بوي حديثة غير لعوازة كوابو اقر بباشا باسي يشيك بريه تعديل كراو أما يجب بريندار بكري يعني بخلاف الطعني اللي بدري جرح كلام والكلام على الرواه جمع راوي يعني سكدن لسر راوي كان يفرمود بيدابو ومعرفة المتصل أو المنقطع من الأسانيد تسي إسنادك متصلة يقدو سيسوارة كسي لينك وتوا تسي إسنادك يقدو سوارة كسي لو بينك وتوا زاد سواني وكسا چه دردروزنية أو بابتانو وردو دهات نقوري
ومعرفة العلل الخفية هندي علون خوشي كرنا وخبر كدابو دعالي خير إن شاء الله. وظهر الكلام في بعض الرواة ناو بانجي هندي كز رو يشتبو بوي درودكا بوي فلان لكن على قيل والله ما هيش تأوبوها مرابيوبوها محديثة كان نبو كم بو لقلة الرواة المجروحين في أول الأمر بو ثم كلا السرتاي أو أمتا راوية مجروحة كان أنا جرح كلامه في أو كم بو كم بو دنا سانو. ثم توسع العلماء في ذلك حتى ظهر البحث في علوم كثيرة تتعلق بالحديث زور علم بيابو بو عنا دان درنج دام حديث من ناحية ضبطه تونيتي ضبط كردني وكيفية تحمله تونيتي ورقتني لما مصطيان وأدائه تونيتي بيديو طلبك إخوات ومعرفة ناسخه من منسوخه ناسخ منسوخ بزان لي وغريبه وش غريب كان ليك دانوي وش غريب كان يناو فرمودا وغير ذلك ما مزده شيء غريب وشيء كعرب زوري بكار نيني غريبة قرصة بونو ضلي غدائره مستجزرات إلى العلا تظل العقاص في مثنى ومرسل يبونه هم غريب جدا إلا أن ذلك كان يتناقله العلماء شفويا طالما على طبع عرب كزور مراقي قلم نوسين وإنما وعيد بكرد شفيبو هالشفيبو فرمو دكا ما وصاد على نيش فرمو دكا ينخندو همو يان لبردك وعلماء فرمون عاشي عبد العزيز الطريفي الله إذا أردت أن تحفظ فكسر القلم نتيو لبركي داو قلمي دي سدفشينا طاو نتيو لبركي هو قلمت بو بيبو ذا دسي وازي لي بينا ثم طبعا هو معنى يوني الموسين هميش خراب بي ثم تطور الأمر فعشان بابركة تطوريك وصارت هذه العلوم تكتب وتسجل أو ذا تسجيل لك هذا نسرعيو طبعا بموبايلنا لكن في أمكنة بلام لشوية لكن في أمكنة متفرقة من الكتب ممزوجة بغيرها من العلوم الأخرى كتيبي السرب أخوي بودانا دندرا كابرا كتيبي شدادنا حديث الرواية ذكر أما شيء شداد يوفلان كسي ضعيفة أما بمتفرقي ببارتا بارتي داري أكتب أقول أنا الأصل هي علمي شكو بلام هندي فائدي فرموديش تيدامو كعلم الأصول وعلم الفقه وعلم الحديث مثل كتاب الرسالة وكتاب الأم كلاهما للإمام الشافعي مثلا كتاب الرسالة للإمام الشافعي لأصل الله هي أصول فقه بلام زور فائدة حديثي تذاب أما شافعينا تكتب مثلا بس أو فائدة نداني وإنما تيقلي كرتو بكتب كاني خوي واضحة. وأخيرا لما نضجت العلوم واستقر الاصطلاح واستقل كل فن عن غيره دعي ويهمو علمكان ليكتري جياكرانو بنا خاوان كتيب السربخو كي وذلك في القرن الرابع الهجري لسديد سوارمي كوتي يعني لنوان صالان السيصد وسوارصتي كوتي أفرد العلماء علم المصطلح في كتاب مستقل بوية كمزان أم علمي مصطلح كتيب السربخو تلا نسرة وكان من أول من أفرده بالتصنيف لكونترينو يكمين أواني ككتيب ياندر بارينو سوى القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامة هرمزي ذات البرامة هرمزي بن أباك نسبتك خلتي أبي المتوفى سنة 60 و300 صالة وفاتي كدوها سلسطة الشصي كوتي تكتيب شنوسي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي بين الراوي والواعي أو عنوان كتابك وسأذكر أشهر المصنفات في علم المصطلح من حين إفرادي بالتصنيف إلى يومنا هذا أستاذين ستاكين مشهور ترين كتابكاني زانستي مصطلح بازدكين لو كاتويك ويكم زان كتاب لنسرا وتا أمرش أشهر المصنفات في علم المصطلح مشهور ترين أو كتاباني نسرا ولو زان السدى يكميان المحدث الفاصل بين الراوي والواعي هيتشيا صنفه القاضي أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامة هرمزي المتوفى سنة 60 و300 بلا مشكلة كتابتها لكنه لم يستوعب أبحاث المصطلح كلها
همو بابا تكاني علم مصطلح تدانيه. وهذا شأن من يفتتح التصنيف في أي علم غالبا عادة أوية كم زار لك تيب أقدر نسرك أكسر كوجان لبرو يسر تاوي نسراوي دي كيل بردزنية عادة أوها خلي تيدان بي يا كم كتيب لعلم أقدر عادة خلي تيدان بي دعي كابرا فرق يشي لبيشي وصف كتيب لو بابة نسراوي لنقصي هر يكان استفادة أقدر ونيا نبرو جاي لقل أوية كم زاري تيلو بابة كتيب دنسي دوام كتيب معرفة علوم الحديث صنفه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري أو حاكم مشهور كذا رواه الحاكم المتوفى سنة 540 بلام لكنه لم يهذب الأبحاث زوردوان بابت كان ينكولي وتون ريشي نخستون أو إنزا ولم يرتبها الترتيب الفني المناسب ترتيب بابت كان زور قريقة مهندس زور قريقة بزاني بدوها مالقيرات ألقيش كده يعني ويزن زيرك زوان در كيلة برتاوي كساك توزي بابت كان يتيقلو بيقليت يدعي المستخرج على معرفة علوم الحديث صنفه أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني المتوفى سنة 340 أو بيولو كتبت شيكر دوا استدرك فيه على الحاكم ما فاته في كتابه معرفة علوم الحديث من قاعد هذا الفن أو قاعداني كتبك بيشخوي حاكم باسي نكردو أو بوزياد كردو مرام هشتا لكنه ترك أشياء يمكن للمتعقب أن يستدركها عليه أيضا كافك نساوى يستدركها بضمي كافك يستدركها ميك يستدركها بفتحة مرام هشتا أبو نعيميش هنديش تيبا زي هشتو كده دكري أبو يزياد وكري الكفاية في علم الرواية صنفه أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي خطيب بغدادي رحمتي أخوة ليبي المشهور مشهور أبو بيان المتوفى سنة 63 لصالة صار 66 وفاتك طبعا هر لو صالة ابن عبد البر ليش وفاتك ابن عبد البر حافظ وعالمي محدثي هر قوري لا يغرب عالم إسلامي خطيب بغدادي حافظ ومحدثي هر قوري لا شرخ عالم إسلامي أو صالة صار 66 بوبنا وبانجا وفيها توفي حافظ المشرق والمغرب وهو كتاب أو كتابة الكفاية في علم الرواية كتاب حافل برا لفائدة بتحرير مسائل هذا الفن وبيان قواعد الرواية ويعد من أجل مصادر العلم لباش ترين وقورتين ستا وكان يكتبه أو علم هجمار ذكري بينجام الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع أوش ينهر صنفه الخطيب البغدادي أيضا وهو كتاب يبحث في آداب الرواية أو زيادة باسي آداب الطلبي حديث ذكا زور خوشي باسي وذكا كالطالبي حديث تابوي مغريد بي عازب بيو مجني نهيني وقطعين باش باش لبرك كما هو واضح من تسميتي زيادة باسي آداب الطلبو مع مصادقة كمتر دروابو أوي مثلا تون حديثي صحيح بناسي وتون ضعيف بناسي وهو فريد في بابه لو جانبا لجانب آداب محدث وطلب علم حديث تاكا فريدة قيم في أبحاثه ومحتوياته ابتوى وقل فن من فنون علوم الحديث إلا وصنف الخطيب فيه كتابا مفردا كم فن هي لفنون علم حديث كم زور هي إلا خطيب بغدادي كتيب السربخوي لسنوسي فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة وكو ابن نقطة ضلي كل من أنصف حركز إنصافي هبي علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه دزاني هر محدث يقول لدوي السردمي خطيب بغدادي وبي إلا كتب كاني خطيب خوراك ما يجيان ما يعلمي أول ششم الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع صنفه القاضي عياض ابن موسى اليحصبي قاضي عياض مشهور ناوي زور ديونيا المتوفى سنة 44 و500 وهو كتاب غير شامل لجميع أبحاث المصطلح هم بابت كان علم المصطلح تيدانية بل هو مقصور على ما يتعلق بكيفية التحمل والأداء تون حديث ضبط دكي
تكون جديدين وطلبك عنها باسي او ذكا وما تفرعوا عنهما حتى شبيوني بوها به لكنه بلام لو بابتين وسيوتي جيد في بابه حسن التنسيق والترتيب تنسيق وترتيب ورخص نيجي جواني بس كيفية تحمل سهو كيفية يعني تونيتي ها كيف يعني سون كيفية يعني تونيتي تحمل يعني ورقتني حديث لما وصلها كتو أدائي يعني تونيتي دانا أبي دانا وبطلبك حفتا ما لا يسع المحدث جهله أو المحدث نابع جاهل بيبي هذا يبي زاني صنفه أبو حفص عمر بن عبد المجيد الميانجي أو بيوزر عالم بو كات خوي عالمي قوري شام بو لعلمي حديث زماني خوي صالب من صد واشتاء وفاتي كردو وهو جزء صغير كتير يجي كيا ليس فيه كبير فائدة فائدة زر زر قوري تداني مقرأ بعض العلماء فرمي أنا والله يوفى أو كتبا حق بو ناي ويلي نندري أوشتاني نابي محدث ني أنساني ممكو دبا ناي ويلي بندري أوشتاني آسائي محدث نشي أنساني زوري بين صافية وزوري بين صافية تاو قصانا هل ذكري خو تفسيري كبير رازي فخر الدين رازي سيو أمد مجلد بعض العلماء در باري فرمتي فيه كل شيء إلى التفسير حق بابت إشتاء تفسير نبي خو رازي زور باسي عقليات وفلسفة وأغانا لك ليه بس خربوا زور رجلي والله يهموش تيجي بس تفسير نبي إيه علوم الحديث أوت الشيخ الشيخ عمان صنفه أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري المشهور بابن الصلاح أو إيشية ابن الصلاحي شهرزوري المتوفى سنة 43 و600 صالح الصدو سلوسير سيرك الذهبي سيدر بعد الله المهندس ضلايا ذهبي للسيرة الإعلام ولا طبعا وبشي كم هنا ضلايا الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكردي الشهرزوري الموصلي الشافعي صاحب علوم الحديث طبعا أمتها مو خرزاري وكيامي أوي دواي ابن الصلاح بيكتب النسي مقدمي ابن الصلاح تماشانا كذلك هركتي بين النسي ضلوا كتابه هذا مشهور بين الناس بتب مشهورة بمقدمي ابن الصلاح وهو من أجود الكتب في المصطلح لباشتري كتابة عن المصطلح جمع فيه مؤلفه ما تفرق في غيره من كتب الخطيب ومن تقدمه أو برشي بلاوي بعض ليرة بعض ليرة بعض ليرة هموي هنا وكوي كردوتو زال تي كتابة عن خطيب بغدادي بي تي غير خطيب بي فكان كتابا حافلا بالفائدة برا لفائدة هل أول نبي لكنه لم يرتبه على الوضع المناسب ترتيب بابتك كان يزرقني بو تونك أو بياويك سنات وبينوسي لأنه أملاه شيئا فشيئا ورده ورده اشتب وزياد كدوه ورده ورده نسيبيتيه وهو مع هذا والله مسرّي أوش عمدة من جاء بعده من العلماء بال بشتو بشتي قوري وكسيك كدوه من الصلاحات وفيرموني مصطلح فكم من مختصر له آية علماء اختصار ينكردوا وناظم له سن عالم كرديانة الشعر ومعارض له كتير من سرا وبصبو نقطاني كمضام معارض من غير لقليني ومنتصر أو زار الرد رعوته ناظم ابن صلاح له رازقة أمتي مشغول كردو كتير ما خويه نوم التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير صنفه محي الدين يحيى بن شرف النووي رحمة الله عليه طبعا لا كان يلقب من محي الدين كان هو محي الدين زندو كروي الدين بلام خوي بصحيح لي ويدجرته وكفرميتي لا أجعل في حل من لقبني بمحي الدين قرديني أو كسازاني بك من ضلال محي الدين دين بابا وخوي زندو حمد قرداري دين من دين قرداري من حتى من علماء هو بكا هو بمعنى بكارنا هو التواصعي جواني نووية أيضا أخو خلق بوها تابا كارنا يعني دين مردبوها النووي إنما لا ضلي خلق زين دوي كردو المتوفى سنة 76 و600 وكتابه هذا أو كتابي نووي اختصار لكتاب علوم الحديث لابن الصلاح كرتي كردوتو كتابك ابن الصلاحي بخط كردو وهو كتاب جيد كتابي شي شاكا لكنه مغلق العبارة أحيانا عند زار عبارة مغلقة داخلها وتيجي شنو توزع زحمته. كما درباري حديث ضعيف نوظو شيء نسيه.
ها أو حديثة ضعيفة نوصله وش بس هل وش يجي بشرع بكري؟ تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي كتبه دارس قكيما منه سرعيني بس يعني بلاي منوا إيه صنفه جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي طبعا أو نواه بين زور دخلن ريتو السيوطي خوي ضلع السيوطي والسيوطي سيوطي 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 الراس يعني السيوطي لو أنا هتلاقي زاد السيوطي بيستبيتو بلام السيوطي شرطه أو بيأو أو كتيبين سيو المتوفى سنة 1190 وهو شرح لكتاب تقريب النواوي شرح كتيبي بيشتري إمام النووي شرح كده سؤال مجلد دركاب سؤال مجلد كما هو واضح من اسمه جمع فيه مؤلفه من الفوائد الشيء الكثير والله هذا من دوصفي كمية بقري خريك بضم هم مصطلح كده أو بيأو لمقدمة كيف الدلة الدموية حرتي لو علمك قتراه ومصراه هذي دميره يك مشكلة كي هي هند زار زور نقل لك قال فلان قال فلان قال خريك كساتي خوي ونبي خريك قصي خوي زور زور دزنك رئيسي وطيد زور زور دزنك ترجيح جددا قصي شيك كده هني سبحان الله خوزيا خوي زياتر تداخلي شقيق الدبع ايه طبعا هر حال هر بيموايا يعني زا منافسي او كتبه فتح المغيثي السخاوي سخاوي وسيوطيش لبريك من سبحان الله عالما يعني بشر صار رأيه بلام سخاوي لعلمي حديث القراءة عالم ترو لباقيش سيوطي لباقيش سيوطي زاد طلبيش يعني أوا لي برسي طلبي وتي قربان شي عالم تري أهل زمانه هي حزينة بزمو أمانة وتي والله يكرم جوا راقلة سيوطي ويقول تبران كيف كان لا فقه لا حديث ولا تفسير خدري زنده زيندو بيه اولى من عالم تري اقل زيندو نبي مشرق ومغرب لمن عالم تري تاني انت المواقع في الله سخاوي زهر تعليق الشيء لانه كتابة كان قال بعض من يتصمون بالعلم هاندي لو عني اخوان بعلمه اشار كرده سبحان الله العظيم ايه نظم الدرر في علم الاثر صنفها زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي سبحان الله سبحان من لا يضل ولا ينسى اخر شيخ محمود طحان زرع على باب المصطلح انا سيدي اوقف الله عندي كيف سداتي بالريو نظم الدرر في علم الاثر الفي سيوطيه سيوطي الفي شيناوى بس الفي عراقي ناوي التبصره والتذكره بزانك الفي عراقي هو بس الفي عراقي لك والله الفي عراقي ناوي نظم الدرر دي الفي عراقنا التبصرة والتذكرية سبحان الله المتوفى فيم فيم طغى القلم هو قلم لذذ سود أنا بيجمعنا هناك توسه وصحه المتوفى سنة 1680 عراقي طبعا عراقيش خلتي هولين يعني ابنك هولين خلتي منطقين بيلان رازنان من أعمال إربيل أواني ترجمين كمان من أهل رازنان من أعمال إربيل باشا المتوفى ومشهورة باسم ألفية العراقي ذات بيضان ألفي عراقي نظم فيها علوم الحديث لابن الصلاح أكتبكي ابن الصلاح هنا كرديب الشعر كرديب الشعر وزاد عليه بلام زاد اشتيش بوزياد دكا وهي جيدة غزيرة الفوائد والله وعليها شروح متعددة زوري شرح لسرك ومنها شرحان للمؤلف نفسه خوي دو شرحي لسر كردو خوي هربو خوي دو شرحي لسر كردو ملا مشهور ترين شرحيان شرحي سخاوية فتح المغيثي سخاوية سيوطيش طبعا شرحي شيء في عراقي كردو خوشي شرحي شيء يصير كردو ذا طبيعتي وها سيوطي زور الأخوي رازي نحكي شيء علمي أهل الزمان والله ما مثلا ألفية شيء لنحو الله فائقة ألفية ابن مالك أو ألفية من مالك بزيدي الله فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك ليش ضلها فائقة ألفية العراقي فائقة ألفية العراقي فتح المغيث في شرح ألفية الحديث أوت السخاوي
مؤلف لي راه عاقل بوس سخايوس يوطي ما تيكي كود انا فاصل ايش نبي انت حكم ياك ايه. صنفه محمد بن عبد الرحمن السخاوي المتوفى سنة 290 وهو شرح على ألفية العراقي وهو من أوفى شروح الألفية وأجودها. باشتني شرحي له باشتني شرح كان الفي عراقية حقيقة شرحي شيء زور شاذة زور حقيقة. نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر صنفه الحافظ ابن حجر العسقلاني حافظي أمة ذاكري أمة كوتين قال الحافظ ميموري ذاكري أمة قوتي ابن حجر العسقلاني. ابن حجر العسقلاني توفى سنة 250 و800. أم نخبة الفكرة وهو جزء صغير مختصر جدا كرة زهر كرتة حبتاج لها بريكة حبتاج لها بريكة لكنه من أنفع المختصرات وأجودها ترتيبا. طبعا من لباشتين كتبا قاني هو شو كنت زهيسي ابن حجر أمسر وصل يدي أو قصانا هويرا لبردسي يهمو إلى مرة أحسن كرتي دكاتو. ابتكر فيه مؤلفه طريقة في الترتيب والتقسيم لم يسبق إليها خوش شرح كردوة وقد شرحه مؤلفه بشرح سماه نزهة النظر كما شرحه غيره غير أبيش غير ابن حجر الشرح نخبة الفكريان كردوة. المنظومة البيقونية أو سرداء دستي بيا ذكري صنفها عمر بن محمد البيقوني المتوفى سنة 80 و1000 وهي من المنظومات المختصرة إذ لا تتجاوز 34 بيتا 64 بيتا بدأت بالحمد بدأت حمدي مصليا على محمد خير نبي أرسل وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدى سميتها المنظومة البيقوني بيرحلها وتعد من المختصرات النافعة المشهورة وعليها شروح متعددة. شرح زهر رسالة شعثي من شرح كردوة شو بدر الدين حسني شرح كردوة لحال بكل كبو سرداء زهر بكل كبو شيء مهني سهر أوان دي ناوي حديثك وبيناسك ناو بيناس ناو بيناس هر أوان دي تداخل جزئيات زهر ناك قواعد التحديث أو كتبه صنفه محمد جمال الدين القاسمي أو بيهو زهر مدقيقة زهر عالم ورحمة خالبه المتوفى سنة 232 و300 وهو كتاب محرر مفيد. وهناك مصنفات أخرى كتيب ديك الزورة كثيرة يطول ذكرها زي ما بينها ويباسكين ليش دي بيتوه اقتصرت على ذكر المشهور منها فجزى الله الجميع عنا وعن المسلمين خير الجزاء. جاء كتيبا استفادي بزوري لدويان كرد تدريب الراوي تدريب الراوي السيوطي لقل نخبة الفكري ابن حجر نخبة الفكري ابن حجر نازلنكو استاذ سلو سليقات سوانا سلو سليقات سوانا ضلني اي ماشي او والله انجا بي ما بي اوه قرب مدى الساعات ومبرين اشكالينا مدى الساعات ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك.